اكتفاء بالنسخة الأولى لتصميم السنة الأمازيغية بأمر مولوي سامي لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، واحتفالا بالذكرى 80 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وترسيخا لقيم المواطنة الصادقة في ذوات الناشئة، وتكريسا لقيم التعلم الذاتي ومبادئ السلوك المدني، وتتويجا لنتائج تلميذاتنا وتلامذتنا في نهاية الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي. يأتي أو تأتي احتفالاتنا بهجة وسرورا وتتويجا لهذه الدورة، فشكرا وألف شكر لكل المشاركات والمشاركين في هذه الأنشطة المتنوعة وهذه أو تقديم هذه الأطباق المتنوعة الدالة على الاحتفال الرسمي بترسيخ ترسيم السنة الأمازيغية 1974. قصد أن لغيد تين البلاغة أفاد أن احتفل سو أكتاية إزوارنا ترسيم اللغة الأمازيغية تتليتنا في تمازيغتا دا أكتاية ويسا كوزيد 20 من تقديم الوثيقة المطالبة بالاستقلال دا حتى سمى ساتين احتفل السروان غلي الزريني أنا يت الدورة دراسية اللي غفان توكت نجهد نسن توكت ما يزلين ستحسن نسن نسن المؤسسات قام المؤسسات اللي كان كي كان يوزان ولا إن المد السفتي عمان أرتيري غا أتشكر غا يسلماد ولا تسلماد إن نتين من البلغة ولا كل طاقم من سورة الأطرنس أرتيري غا أتشكر غا ولا يدبا بس نيم حضار ولا يدبا بس نيم حضار لكل قرانين غمس نتين ملاد رد نسكتي مسد غصة ديقات فوق لاباه رايستوه من اللي اختلا توقت نتغوسي وين قيس ما يزلين ميقان تربوي قيس ما يزلين ميقان مدر تزيد دمس الأسران غدا الهوية غ سواء الهوية الأمازيغية الهوية المغربية الصفتة عمان نختارس غس قوسادة اللي غاكو اللي غيقا أس قوسي زوار نترسيم اللغة الأمازيغية اللي غس يفكاو قلي دا محمد وصديس أتقى قسيني يوسي قانا عطلة مؤدة عنه دار كل الموظفين ديق يوس اللي فان كي قاني إي مغربيين غا كي قان إي المغاربة إي مازيغنا نفكاسي أنت الشعار اللي قانا تتمين التراث ديالنا المادي ولا مادي هذا سنف أتيق أن فتيقي كل ما يقال مادي لا مادي غنف غيد غل معرضنا يستوقت ما يصدين المسائل تقبورين يلي قيس توقت مدعن محضرنا انتين من البلاغة زود تازر زيد زود الخلالة زود كل ما يصدين ستوراتنا غلي قان أمازيغ الهدف غير نغداو تاسيقات أفاد أنف محضرنا غا ينس سلاح لفرض حافظنا في الهوية الهوية الأمازيغية الهوية المغرب الصفت عمان دا نحافظ في تاريخنا لأنه هنشير غير حتى ذكرى 80 لتقديم الوثيقة المطالبة بالاستقلال لإفان كيغاني تمازيرتنا أفاد أنني أعري من أتحافظنا في التاريخ نحافظنا في كل ميغان مدار تزيت الهوية المغربية الأصالة المغربية أفاد حقيقية التربية يقوان في المواطنة دا الحقيقة ينسى السلوك المدني إيجان صادق إيجان هادف درت روان غدا مساتين الجيل المستقبل نسنمس دا أزن غيلان تيجان أرقز الصباح أرقز نتمنى أي يورقز ليف كيجان إيت مزيرت نغ دا أرنتشكر كل ما يتوسن فاد دا أد عدن زد غوسي ويناد للدار العلاقة دوزدي سائل هويان غد التاريخ نغ أمغربي دا كل يا غنجند وراء القيادة السامية أوغلي نغ محمد وسديسة تنصر ربي تنمير يكون له ميسه من غخيره. طبعا استرشاد المتوجهات المولويه الساميه لامير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس والقاضي بترسيم السنه الامازيغيه احتفاء بالنسخه الاولى لهذا الترسيم الذي يوازي 1974 امازيغيه، واحتفالا ايضا بالذكرى 80 لتقديم وثيقه مطالب بالاستقلال وترسيخا لقيم المواطنه في ذوات الناشئه وايضا تعويدهم على هذه المناسبات التي لها رمزية كبيرة في الهوية الوطنية وأيضا في تعليم النش أن لنا تاريخ وحضارة عريقتين لا بد من الأخذ بها لتكون طبيعة الحال هي السند للمستقبل، هي بناء
الشعوب لا تبنى على بدون تاريخ، فلا بد من إيقاظ الهمم وأيضا جعل هذه الناشئة تعي دورها الأساس في المستقبل، الحفاظ على هذا الموروث الرمزي المادي واللا مادي منه، وبالتالي بطبيعة الحال من أجل أن نلقن لهم جملة من الدروس، وأيضا نرسخ في ذواتهم كثيرا من القيم، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتعلم الذاتي، يتعلق بالإفتاح على الآخر، التشبث بمدى الهوية. هذه هي السياقات الأساسية والمسوغات الأساسية لتنظيم هذا النشاط الذي يشارك فيه الآباء والأمهات من أجل أن يلتفتوا إلى ما تختزن الذاكرة الوطنية بمختلف تشكلاتها، بمختلف روافد الهوية المغربية، ليست الأمازيغية فحسب بل الأفريقية والأندلسية والصحراوية وأيضا حتى المكونات الإفريقية وغيرها من المكونات المعلن عنها من خلال الدستور، على أساس أن نضمن استقرارا للشخصية الوطنية. اسمي ريمان ومدرستي اسمتها مؤسسة البلاغة، وكان وعزيزين لي ماما وبابا وداروا لي حفلة وشدينا النتائج ديالنا والحمد لله، ونحمد ربي ونشكره، وفرحوا لي صحاباتي وكل شي فرح في هذه المؤسسة. أنا أستاذ عائشة مدرسة فرنسي، يعني من البداية اللي بدينا طوبة بطوبة في هذه المدرسة، هذه المؤسسة ديالنا البلاغة الخاصة، وحنا غاديين بجدية وحزم وبفضل الأستاذة ديالنا الفاضلة المديرة ديالنا الأستاذة خديجة الراجي، يعني إحنا إخوة هنايا، ما تعتبروش بلي أننا أستاذ ولا أساتذة، إحنا إخوة وكافحنا من أجل هذه المؤسسة باش دائما تكون في الأعلى، دائما تكون عالية وفي مسيرة موفقة، وتنتمنى للجميع مسيرة موفقة إن شاء الله. مؤسسة البلاغة عندها احتفال هذه الفترة، هذه هو احتفال في الحقيقة مزدوج. الاحتفال الأول وهو تخليد إيدينير، يعني رأس السنة الأمازيغية، بتعليمات من صاحب الجلالة أيده الله ونصره، والبلاغة تلتقي بإمامنا محمد السادس في هذا الملتقى اللي هو الذكرى هذه اللي غيتبقى الأجيال الصاعدة والأجيال القادمة إن شاء الله، بحيث أنه غادي تغرس في النفوس ديال الأطفال المغزى ديال هذه الذكرى هذه. والاحتفالات اللي داروا الآن هي احتفالات مساهمة من ناحية الثقافية والفكرية ومن ناحية الوطنية لترسيخ هذه الذكرى هذه ولاستمراريتها، والبلاغة ستستمر دائما في هذا المجال هذا بعون من الله. اليوم احنا في مدرسة البلاغة اللي اليوم كتحتفل بالعام الأمازيغي، وتبارك الله الوليدات فرحانين، ومزيان هذا الشيء يديروا المؤسسات لأنه كيرسخ الهوية الأمازيغية عند الأطفال ديالنا، وتبارك الله عجبهم الحال وكيتعرفوا على التراث ديالنا وكيتعرفوا على شي حويجات اللي هما دابا ما بقيناش كنستعملوهم، تبارك الله عليهم والله يحفظ الوليدات كاملين. أركون نشكر مدرسة البلاغة من المدير ولا المديرة، الله يعطيكم الخير، من ناحية الدورة الأولى ولا الدورة الثانية، يعني إن شاء الله نتمنى الدريت كلشي نتائجنا تكون بخير وعلى خير، كلشي مستوى سنت تبارك الله ما شاء الله يفولكي، الله يعطيكم الخير، بارك الله فيكم. كنشكروا دائما مؤسسة البلاغة اللي بداتنا، بداو من الأول حتى كبرهم في السنة إن شاء الله في الإعدادي، الحمد لله كل تفوق وكل إن شاء الله نتمنى الازدهار والتفوق، عجبنا دائما كل عام نفتخر بمؤسسة البلاغة بأستاذة الراجي. عندي الأبناء ديالي هنايا في مؤسسة البلاغة، أول حاجة نبغي نشكر الأستاذة خديجة الراجي مديرة ديال المؤسسة، ومهم نشكر على جميع المجهودات ديالها، لا هي لا الأساتذة ديال المؤسسة، لا جميع الأطر ديال المؤسسة، دائما الاحتفالات ديالها زوينين ما شاء الله عليها، دائما كدير المجهودات. ما تنساوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.